كذا منين معوجة؟ معوجة من فوق، الشعب ما عنده علاه. زادونا السكر، زادو العدس، زادو المعيشة كاع، السكنة كالي. ديكاجي ماشي قادر تقولي يا روحي. بلاد العدالة نايمة والحقرة قايمة. أعزائي مشاهدي قناة العصر، سلام الله عليكم وحياكم الله. أليس ما يحدث اليوم في مصر هو ما حدث في الجزائر؟ أليس هذا الانقلاب العسكري الجديد على إرادة الشعب يشبه التجربة الدامية في الجزائر وما خلفته من دمار إلى يومنا هذا، من شأنها أن تجعل المواطن يكفر بالديمقراطية إلى الأبد؟ أليس هذا الانقلاب على الشرعية الدستورية هو الذي يفتح الباب للجوء إلى السلاح بعد أن شهدت الجماهير استهتار العسكر بصناديق الانتخاب، وتعرض المواطنين للقمع والاعتقال وغلق المؤسسات الإعلامية بغرض منع الأصوات الرافضة للانقلاب من التعبير عن رأيها؟ أليس غريب ما يحدث أن الانقلاب في الدول العربية لا يحدث إلا لما تتمخض نتائج الصناديق عن مرشحين من الشعب وبطريقة نزيهة وشريفة؟ حماس في غزة، الجبهة الإسلامية في الجزائر، والآن مرسي والإخوان في مصر. ألم يكمل بوش عهدته وهو الذي زج ببلاده في حرب قذرة وارتكب جرائم حرب ولم يقال؟ ألم يفز الرئيس الحالي لفرنسا هولاند بأقل نسبة من فوز مرسي ومؤشر شعبيته الآن لا يتعدى 25%؟ فرنسا تعاني الركود والمشاكل الاقتصادية، ولم يفي هذا هولاند بوعوده الانتخابية، ورغم ذلك لم يقل. والسيد مرسي يقله العسكر بإعاز من فلول مبارك وتزكية من الكنيسة وفصائل تدعي السلفية. فهل تغلبت الشرعية الأمر الواقع على الشرعية الدستورية والإرادة الشعبية؟ وماذا يقول لنا أصحاب النظرية أن الربيع العربي هو صنيعة أمريكا والصهاينة؟ ألم يعريهم الانقلاب العسكري اليوم على الشرعية ويثبت أن الثورات العربية هي وليدة رحم الشعوب؟ ألا يفتح هذا الانقلاب على الشرعية أبواب جهنم على مصر بل وعلى العالم العربي والمنطقة ككل؟ نسمع منكم بعد أن نستمع معا لبيان حركة رشاد في هذا الموضوع، ثم نعود إليكم. في أعقاب الانقلاب المشؤوم على إرادة الشعب المصري وعزل الرئيس الشرعي المنتخب بكل حرية ونزاهة، أصدرت حركة رشاد بيانا جاء فيه: شهدت مصر في اليومين الأخيرين أحداثا خطيرة ومؤلمة تتمثل في سطو القوات المسلحة المصرية على مؤسسات الدولة وعزل الرئيس المنتخب وتعطيل الدستور وحل مجلس الشورى. إن حركة رشاد تندد بشدة بهذا الفعل الشنيع الذي لا يمكن توصيفه إلا بانقلاب عسكري، مهما سعى الانقلابيون وأنصارهم لتسويقه للرأي العام بوجه مدني وغطاء ديني كتصحيح ثوري. وفي حين تعترف رشاد بالحق الطبيعي لفئات من الشعب في المعارضة والتظاهر السلمي، فهي تستنكر تورط بعض أحزاب المعارضة ورجال دين وجزء من النخب السياسية والإعلامية والفنية في مطالبة الجيش بالتدخل في الشأن السياسي والتحالف مع فلول نظام مبارك ودعم الانقلاب. ويواصل البيان: ستؤدي هذه المغامرة غير المسؤولة إلى تعميق الخلافات في المجتمع المصري وإضعاف ثقة المصريين بنظام الحكم الديمقراطي والتمكين للثورة المضادة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل 25 يناير 2011. والتجربة الجزائرية ليست ببعيدة، حيث انقلبت الطغمة الانقلابية حتى على حلفائها بعد انقلاب 11 يناير 1992. إن حركة رشاد ترى أنه مهما كانت حدة الخلافات السياسية فإن معالجة ذلك لا يجب أن يتم إلا في إطار الشرعية الدستورية. وإذا عزل الرئيس مرسي اليوم بالقوة، فمن يحول غدا دون عزل الرئيس القادم؟ إن ما قامت به القوى المسلحة في مصر من قتل لبعض مناصري الرئيس مرسي واعتقال لمئات من كوادر الإخوان المسلمين وقيادات سياسية ودينية إسلامية أخرى ومحاولة لاغتيال قياداتهم وغلق لقنواتهم التلفزيونية وصحفهم وهدر لحقوقهم الدستورية،
يعتبر ذلك نكسة كبيرة لحقوق الإنسان في مصر بعد أن تحسنت أوضاعها في السنتين الأخيرتين. إن اعتقال هذا العدد الكبير من القيادات السياسية والدينية، خاصة من حركة الإخوان المسلمين، هو محاولة لقطع التواصل بين قيادات الحركة وقاعدتها وحرمان شبابها من التأطير والدفع ببعضهم إلى أعمال العنف، حيث يجدوا لاحقا ذريعة للانقلاب. وهذا بالضبط ما قام به الانقلابيون في الجزائر منذ أكثر من عقدين. إن ما حدث في مصر يؤكد مرة أخرى للأسف أن مأساة المجتمعات العربية يكمن في تعسف العسكر والمخابرات على الحياة السياسية وتسلطها على رقاب العباد وتحكمها في مقدرات البلاد. إن حركة رشاد تناشد الأشقاء في مصر وخاصة الشباب المصري بالتمسك بالمقاومة السلمية في التصدي للإنقلابيين والعزوف عن فخ العنف الذي يود العسكر إقحامهم فيه، والذي ستكون له لا قدر الله تداعيات كارثية على مصر وعلى كل العالم العربي. انتهى نص البيان من توقيع أمانة. أهلا وسهلا بكم معنا. ما يحدث في مصر من انقلاب على الشرعية والإرادة الشعبية كما حدث في الجزائر دليل آخر على تبجح الليبراليين والعلمانيين بالديمقراطية في الجزائر ومصر، كذب وخداع. وما هو يا ترى رأي أصحاب النظرية أن الربيع العربي هو صنيع أمريكا والصهاينة؟ وماذا عساهم يقولون عن هذا الانقلاب وعن هذا السطو الفاضح عن الشرعية الذي بركته أمريكا وفرنسا وهللت له السعودية والإمارات؟ ومعنا أول مكالمة وهو محمد من البيض. سي محمد، أهلا مرحبا بك. الله يسلمك. تفضل سي محمد. ألو. أهلا مرحبا بك، أنا نسمع فيك. ألو. مانيش عندك. أنا نسمع فيك حنايا. تفضل. المباشر. نعمك على المباشر. لا ما يفوت على المباشر، ما تفوتش، الله يخليك على المباشر. خليني مع الكنترول. نعم؟ خليني مع الكنترول، ما تفوتنيش على المباشر. خلاص، أعطني أبقى مع الكنترول وأعطني متدخل واحد آخر. أبو صهيب. أبو صهيب، أهلا مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي عبد الله، كيف حالك؟ السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك تحية مفعمة بالعز والكرامة، تحية أهل الجنة، تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحرار. ثم نعرج على أمنا الحبيبة أم أمين وأحرار الجزائر، شباب الجزائر الحر الذي يا أبو صهيب دخلنا في الموضوع باش ما نضيعوش الوقت كثير من فضلك. بإذن الله تعالى يا أخي، يقول المولى تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إن هذه المؤامرة التي وقعت على أخينا الشخص الذي استفاد من ذلك الخيار وهو الشرعية التي أعطاها إياه الشعب المصري وهو الدكتور مرسي، إن هذا الأمر بيت بليل يا أخي الحبيب، كما بيت ذلك الاختيار للشعب الجزائري بليل. نعم يا أخي، إذا ذهبنا إلى هذه المعطيات التي هي الآن موجودة على السطح من خلال بعض التحليلات وبعض التصريحات وبعض ما يقع من حين إلى آخر من تطورات، نقول كالآتي يا أخي الحبيب: إن الشرعية التي جاء بها مرسي لا تخدم المصالح الأمريكية الصهيونية، لأن أمريكا لها المذللة إسرائيل، وإسرائيل لابد أن تكون في التوازن الاستراتيجي، لها قيمة تسلحية وقيمة معنوية وقيمة استراتيجية، لها بعد إن صح التعبير كما يقولون في السياسة عدم التوازن، لابد يكون التوازن، الكفة تميل إلى إسرائيل. هذا الأمر الأول، وخاصة عندما قام ذلك السفير الأمريكي بالزيارة المكوكية إلى مصر بعد أو قبل أن يقع هذا الانقلاب المشؤوم،
نعم هناك إملاءات، هناك توصيات أعطيت إلى الجيش، الجيش الذي سقط قناعه، الجيش الذي كان يرفع شعار هو صمام الأمان الدول، ولكن الجيوش يا أخي لا تخدم الشعوب، إنما تخدم مصالح القوى الخارجية الإمبريالية والقوى الظلام وقوى الخفافيش الذين لا يحبون أن يعيشوا أن تعيش هذه الشعوب عيشة كريمة تحت الوصاية المنبثقة من السيادة الشعبية وليس السيادة الخارجية أو تلك الإملاءات. نعم يا أخي لقد بويت على أخينا، ونحن نقول بأن هذا الأمر سيبوء بالفشل إن شاء الله. لماذا؟ لأن المولى تبارك وتعالى لا يحب الظلم، والله عز وجل يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا. نعم يا أخي أما هذه الممارسات والله قال كذلك إن الظلم جعلت الظلم محرما على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظلموا. بارك الله فيك أبو صهيب على هذه المداخلة. نأخذ مكلمة بو جمعة من البيض. سي بو جمعة أهلا ومرحبا بك. السلام عليكم عبد النور. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. جلال دير في عبد النور. يا أخي هذا الانقلاب هذا هاوين، هذا الانقلاب اللي داوه من عبد الله من الجزائر، هذا الانقلاب الابيض هذا يقول له هذا قال لك لن ترضى عنك اليهود، لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبعهم ملتهم. يا اخي هذو كفار نيشا، جاوا بصفه ديمقراطيه ما خلاهم، جاوا بصفه تاع عنف ما خلاهم، جاوا باي صفه ما خلاهم. هذا الاسلاميين ما يبغوهمش، والسيستم اللي دار في الجزائر دار في مصر. بس هو الشعب كاين اختلاف، هادو عندهم عام وحنا عندنا المده قصيره. قلت له فيه عبد النور. نعم قلت له فيه عبد النور. انا سمعوا فيك هاد الناس ما يبقوش الاسلام. وثاني نطلب حاجه واحده اخرى، نقول الائمه قدوه اللي ما يهدروش على العدد تاع مصر. كل العملاء، كل ائمه، كل المشاركين في الجريمه تاع الانقلاب، هذه هي الديمقراطيه. لا نقول لهم الديمقراطية، جاهم بالصندوق الدعوة. واش راهم باقين هذ الناس؟ اسمع فيا الأخ عبد النور. نعم نسمع فيك سي بو جمعة. هذ الناس ما يبقوش الإسلام، إسلام ما يبقوش. شوف نقول للمصريين وجدوا على أرواحكم، يديروا لكم كيما الجزائر، دوك يديروا لكم اختطافات، ويديروا لكم باللي راكم حاكمين عليكم السلاح ويحضروا فيكم في الشاشة. ويديروا ربما الدولة هذا السبسي هذا الجنرال هذا الفاسد دوك يدير لهم بومب ويحصل فيهم السيستم تاع الجزائر دوك يدوه ليهم. تقول لي عبد النور. نعم. نقول للإسلاميين وجدوا رواحكم، دوك يديروا لكم كل الصوالح باش يكرهوكم في الفئة اللي راها مشاركة معاكم كما داروها في الجزائر. دوك يديروا المذابح، يديروا كل الصوالح باش يكرهو الشعب تاع مصر، يكرهوه في الله. وبارك الله فيك. واخواننا المصريين، اخواننا الفلسطينيين ثاني يديروا على ارواحهم مخالف. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك سي بو جمعه المكالمه. ناخذ ام نصر. ام نصر اهلا مرحبا بك. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. احييك واحيي كل الاحرار. ان هذا الانقلاب الذي اصبح الحل الوحيد للديكتاتوريين في الاقطار العربيه أصبح يضمن لهم التسلط ولا يهمهم العواقب ولو كانت وخيمة. ولكن أحذر الخونة الذين هم في كل الأقطار العربية بأنه لم تعد هذه السياسة ناجحة اليوم، لأن الشعوب لم تعد تتقبل الذل. ولو كان شيء أغلى من الحرية لكانت دماء الشهداء، ولكن ليس هناك أغلى من الحرية. وأدعو كل الشعوب العربية أن تتمسك بمطالبها سلميا، ومن مات على هذا نحسبه شهيد. وهذا ما يدل على سلامة الربيع العربي من الأيادي الصهيونية أو الإيرانية. والحمد لله الذي أعلى كلمة الحق، وسيعود الحق لأهله يوما ما، والتاريخ سيشهد على الخونة. وها هي دي الجزائر أكبر دليل. الشعب لا يزال منذ 20 سنة يتمسك بحقه، ولم نتنازل على حقنا. السلام عليك. سلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أم نصر على هذا التدخل. نأخذ مكالمة. الو
سي زهير اهلا مرحبا بك. اهلا بك اخ عبد النار وشرك لاباس. قول لي الله يسرك انا لحد الان ما زلت ما خشيتش واش هي الموضوع. تحدثوا على الانقلاب على الشرعيه في مصر. هاي بارك الله فيك يا اخي عبد النار. الله يسرك هذا واش اللي كنا نحضروا منه يا اخي. وكنا اذا كان شفا كنا عذرنا في العصر وفي المغاربيه وقلنا لهم راهي كاينه ايادي اجنبيه من الداخل كاينه من الداخل وكاينه ايادي اجنبيه اللي قاعده تربص بكم يا اخي عبد النور. وهي اسمها اغتصاب الشرعيه يا اخي. هذه هي اغتصاب الشرعيه. حنا لما صراتنا في 90 على بالنا واش راح يصرى لنا. نفس السيناريو راح يتكرر. نعم نفس السيناريو راح يتكرر معاهم. نعم يا اخي عبد النور. وهو هاد الناس هادو كيما احمد كيما الصباحي معادا وشفيق والبرادعي هاد الناس هادو انا نوجه نداء لهاد الاخوة تاع مصر هادي اذا كان راهم يسمعوا فينا ولا يتفرجوا فينا نقول لهم واش جاكم من هاد البرادعي ولا عمر موسى ولا احنا رانا نعرفوهم يا اخي عبد النور. عمر موسى نعرفوه لما كان في واحد الاجتماع يقول له اجتماع دافيوس وكان حاضر فيه طيب راجل باردوغان هو انسحب وهو عدا يبجر مع شيمون بيريز. والبرادعي هو اللي دار هو سبب العراق يا اخي. نعم. وشفيق هاو نعرفوا عليه شفيق واش دار هاو نعرفوا عليه. الصور يا اخي عبد النور كاينه واحد الماده من الدستور 21 تاع المانيا الله يسرك بالك راك على بالك بها. واش تقول؟ تقول لما تكون ديمقراطية صح حتى ولو كان الأحزاب يعارضوا ويخرجوا وتكون الشرعية صح راهم الأحزاب هادو ما يقدروا يديروا والو والعكس راهم يسمو يديروا في الفوضى ويتحاسبوا ويحللوا لهم ويحيوا لهم الحزب تاعهم يحلوه ما يزيدش يكون. ولهذا أنا واش راح نطلب لازم هذا الرئيس هذا تاع مصر لازم يرجع وراه يكمل لازم يكمل 4 سنين ولا 5 يا اخي ولتما كيكمل من حق ما يزيدوش ينتخبوا عليه. نعم بارك الله فيك سي زهير. بارك الله فيك سي زهير على المداخله. ناخذ نبقى في قسنطينه ونشوف سي رابح. السلام عليكم اخي عبد النور. السلام ورحمه الله وبركاته. واش راك اخي عبد النور؟ والله كي تسمع الاخبار كيما هذه تكون ماشي مليح. واش راح دير يا اخي عبد النور؟ هذو هما المسلمين الكفار واش راح يتكرم المسلمين؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله. احييك يا اخي يا عبد النور واحيي قناه العصر وقناه المغاربيه الذي يتحدثون الحقيقه كما صدر في الجزائر في العشريه السوداء. واحنا جايين مصر يا اخي والكفار راهم يضحكوا علينا المسلمين هذو. شوف يا اخي هذه الانتدابات كلها يا اخي كلها انا سؤال الاول يا اخي كشكافر يا اخي شتي المسلمين؟ شوف احنا هذا سؤال. والسؤال الثاني يا اخي كيفاش فازت الجمعيه الاسلاميه للنقاب والاخر؟ واش قالت فرنسا يا اخي عبد النور؟ قالت انا ما تعاملتش مع المسلمين. هذا سؤال الاول. ليبيا يا اخي القذافي سلف 2 ملاير الساركوزي بعثات في الانتخابات ولا تخلوا يا اخي تعالوا شوف يا اخي واش يديروا. شوف تونس يا اخي هكا خطه صهيونيه مع تونس هذه اطعن يا اخي نحلف بها. شوف يا اخي موريتانيا شوف الماري شوف الماري يا اخي فرنسا تضافين مسلمين كيفاش كابر يا اخي يشتي مسلمين؟ هذه تكون انقلابات عسكريه والعسكر ما رضوش المسلمين يحكموا في مصر. لا ترى كيما دوك تونس يروحوا يا اخي عايشة بالسياحة ما يقبلوهمش. علاه؟ خاطر ما فيها الكاسيات العاريات الفسق الزنا الخمور كل حاجة كيما كان بورقيبة. ما جبتوا التاريخ الأسود يا أخي ما تقطعنيش يا أخي عبد النور. شوف بورقيبة كان يقول لهم الحل الطبارن في رمضان هكا حلوا احنا بلاد سياحة يا أخي. شوف يا أخي كيف صرات له رحنا المسلمين بحول الله نطلبوا الرب عز وجل يغنيبهم عليهم على الطغاة هادو. وهكا في مصر يا اخي انا نطلب يا اخي من السلطات والعسكر يا اخي يهد الله يخلي مرسي
يومين ربع سنين تاع نكملها كيف عام عام اخي فك فقيره فقيره مصر والله فقيره يا اخي حتى سلفت الملايير تاع الدولارات من الجزائر يا اخي مسلمين وشوف اخي يكون يحكمون مسلمين في مصر فاسر بلد اسرائيل يوليو شوف اخي يوليو فرنسا يروحوا تسالين يروحوا الليبيين يروحوا يحكموا اسرائيل يحكموها خاطر ما هي السوسه تاع العالم مش الكفار والمريكان والانجليز خاطر ما هما متابعين يا اخي ما يصليوا معاك وربي بالبركه يصليوا اخي هذه هي تعرف اخي عبد الله اقسم بالله اقسم بالله ثلاث يا اخي غير نصر ربي في الدنيا وفي الاخره يا اخي عبد الله كيف المسلمين كيف سبحان الله يديروا له قلاب او قلاب عسكري يا اخي كما صارت النحله علاش وش هو عاد احكم انا ما كاين والو يا اخي الفئه تاع حسني مبارك ما جات تحرك خاطر ما كان كان يشري البترول يبيع لاسرائيل ب 10 دولار هذا مجرد كلام يا اخي ب 10 دولار وهم يبيعوا بالملاير عايشين من مصر اسرائيل عايشين بالسواح في مرضاو يحيروا لي يا اخي وهذه القوه هذه اللي ما ترضاش سي رابح وهذه القوه على بها ما رضاتش يعني عملوا له انقلاب بارك الله فيك سي رابح على هذه المداخله نشوف راي ابو ايمن من سيدي بلعباس ابو ايمن نعم اتفضل راك على المباشر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام ورحمه الله وبركاته بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله يؤسفنا على كل حال ما وقع في البلد الحبيب البلد العربي البلد الاسلامي الذي كان يكون براسا للشعوب والأمة العربيه في قضية الديمقراطية وحرية التعبير والتقدم إلى الأمام بمشروع مغاير للمشروع الدكتاتوري العسكري الذي لا يتأسس إلا على القمع وتكميم الأفواه فنقول كلمة واحدة وهي أكلت يوم أكل الثور الأبيض فلو الأمة وقفت مع الجبهة الإسلامية للنقاد أيام الانقلاب الذي وقع عليها أيام الانقلاب العسكري على كل حال هؤلاء الإخوان هم إخواننا ولا نشأت بهم أبدا ونحن محترقون من أجلهم والله لبكينا دما ما وقع لهم لأن نعرف ما سوف يأتي بعد لأن ما وقع في الجزائر من تقتيل 250 ألف ومفقود 18000 والناس لحد الساعة ما زالت تعاني وهذا ما يجعل الجزائريين يتفهمون أبو أيمن أبو أيمن أن الشعب الجزائري مر بمرحلة ويمر بمرحلة عصيبة وبالتالي يعني يفهم ليه وش معنى الانقلاب العسكري ماذا سوف تكون نتائجه الوخيمة على المجتمع وعلى الشعب بصفة عامة؟ هذا ما أردت أن أقوله، هذا ما أردت أن أقوله، لأن الثمن ظاهر، وأنا أدعو إخواننا في مصر. نعم. تفضل تفضل. وأنا أدعو إخواننا في مصر أن يشتغلوا الاحتجاجات، ولكن يدافعوا عن حقهم، ويخرجوا إلى الشوارع، ويعتصمون. ويضربون باستئجار حقهم فاقبل لله من مات بهذه الطريقه فهو شهيد عند ربه لانه هو في معركه اما شيوخ الاشهر الذين وقفوا بعد الطهمه الحاكمه امثال البارعي وامثال حزب النور السلفي الذي هو عضو من الامن اذا بحثوا عن مرضيه سيجدوه هو عضو من الامن ان الامن والديكتاتوريه استعملوا هؤلاء عند الحاجه مثل ما استعمل النظام تاعنا استعمل مغاني واستعمل سعيد قشي واستعمل بشير فقي واستعمل من أجزام الداخلين وهناك عدة وهنا الأزلام أزلام النظام معروفة في الجزائر يعني التي باركت وساندت الانقلاب العسكري بارك الله فيك أبو أيمن على المداخلة نشوف واحد من الجبهة الإسلامية للإنقاذ وأحد الناشطين في الساحة في الجزائر جمال غفار أهلا مرحبا بك السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم وبقناتكم الشريفة أهلا بك أنت يا سي جمال الله يبارك وكأن التاريخ يعيد نفسه سي جمال نعم
إذا كان في الجزائر لدينا رضا مالك وعلي هارون وسعيد سعدي وخالد تومي والجماعة الاستئصالية، فهناك في مصر كذلك عمر موسى البرادعي شفيق، وهذا حزب النور، حزب الظلام، حزب السلفية المصري، وكذلك يعني حاشا جامع الأزهر، ولكن الرؤوس أو المسؤولون على الأزهر الذين هم عملاء النظام، عملاء العسكر، عملاء الجنرالات. ولهذا تجد الشعوب لا تثق في أي مؤسسة دينية تشرف عليها الدولة. سي جمال هو عندنا في الجزائر. سي جمال نعم، باش نكونوا واضحين يعني، ويعني صراحة مع رواحنا يعني. الأزهر يعني قد أفتى من قبل يعني بفتوات يعني معروفة، يعني مثل الفتوى تاع الحجاب لساركوزي لما أخذ الشرعية من الفقهاء المصريين ما يسمى الآن الذين يساندون الآن الانقلاب العسكري يعني. نعم، أنا نذكر فتوى تاع الأزهر قال الذي يتكلم في صحة مبارك يجلد 80 جلدة. يعني معروف الأزهر هذا، معروف بولائه للأنظمة، معروف بركوعه وسجوده للنظام الحاكم. يعني هذا العصابة هذه وفلول مبارك والبقية، أنا نخاطب هذا البرادعي وهذا عمر موسى وهؤلاء السلفيين، أين كنتم يوم كان دكتاتورية مبارك؟ أين كنتم يوم كان مبارك وأبناؤه يسيطرون عليكم وعلى عائلاتكم وأهليكم؟ أين كنتم؟ الآن تتظاهرون بأنكم مع الجيش، أنتم عملاء، أنتم خونة للوطن. هؤلاء الجنرالات هم أنفسهم إخوانهم في الجزائر. إذا كنتم جنرالات وعندكم الأسلحة وعندكم الدبابات وعندكم السلاح الذي اشتريتموه بأموال الشعوب، نعم كل الجيوش العربية تشتري الأسلحة لمحاربة شعوبها ولقمع شعوبها لا أكثر ولا أقل. هاي غزة قريبة لكم إذا كراكم عسكر متاع مصر، ها هي يتامى وأرامل غزة يعانون تحت الحذاء الإسرائيلي. أين أنتم الآن؟ هؤلاء الذين يدعون ديمقراطية، الشعب صوت، الصندوق قال كلمته، دعوه يتمم مرحلته لمدة 4 أو 5 سنوات كما اتفق عليها قانونا. هم يريدون ديمقراطية على المقاس، أن يكونوا هم أم لا؟ هكذا هؤلاء الديمقراط، ومثلهم في الجزائر كذلك. احنا ما نساوش خالد تومي نهار كانت تهز بوندرول وتقول بوتفريقة أساسان وتقول سيستام أساسان أو إيطا أساسان، نظام أساسان. هاي اليوم في السلطة طوعوها هي وغيرها، هي وعمر غول وهذه الجماعة هذه اللي كانت نادي بالديمقراطية وتنادي ضد النظام، هم اليوم أصبحوا جزء من السلطة. فكذلك هؤلاء، احنا أنا والله سمعت كلمة لهذا الجنرال هذا السيسي المصري البارح يقول سنتعامل بحزم مع كل من يخالف القانون. سبحان الله، من خالف القانون؟ هو أول ما خالف القانون. نعم، هم المخالفون للقانون. الملايين من المصريين انتخبوا هذا الرئيس، نعم، وانتخبوا هذا الحزب، فدعوه يحكم. أنتم من خالفتم القانون، أنتم لا تحترمون لا قانون الأرض ولا قانون السماء، أنتم فقط عملاء. وأقولها، هؤلاء الجنرالات المصريين هم عملاء إسرائيل وعملاء أمريكا وعملاء الغرب بصفة عامة. هؤلاء الرموز أو هؤلاء الفلول، فلول مبارك لا أكثر ولا أقل. يعني إحنا هنا في الجزائر نفس السيناريو، هكذا نفس السيناريو المصري وقع في الجزائر، وشفنا وين وصلت الحالة كما ذكر الأخ اللي من قبلي، كم عدد من المختطفين، كم عدد القتلى، الفاتورة الاقتصادية، ولا زلنا نعاني إلى اليوم. الفاتورة كبيرة جدا، ما زال لحد الساعة ما زالت الفاتورة تمشي وما زالت المشاكل تمشي. ولهذا يعني احنا ننصح إخواننا المصريين أن لا يتنازلوا عن حقهم. نحن لسنا من دعاة العنف، نحن لسنا من دعاة السلاح، ولكن ندعوهم إلى التظاهر السلمي والاستمرار والاعتصامات حتى يسقط هؤلاء والتمسك بالشرعية. نعم، بارك الله فيك سي جمال على هذه المداخلة. نشوف أخ من ليبيا سعلي، أهلا مرحبا بك.
علي تفضل. علي هل علي ما يسمعوني؟ ضيعنا الأخ علي من ليبيا. نأخذ حماني من عنبة. سي حماني تفضل. سي حماني السلام عليك يا أخي الكريم. سلام ورحمة الله وبركاته. تفضل سي حماني. يا أخي هذا انقلاب عسكري بمباركة ورعاية أمريكية سعودية إماراتية وإسرائيلية. يا أخي الكريم هؤلاء العملاء الذين شجعوا الجيش المصري بعد أن رفض مرارا وتكرارا الانقلاب على إرادة الشعب، فأمريكا هي التي شجعت الجيش المصري على الانقلاب، والدليل على ذلك سلسلة الاتصالات والاتصالات منذ عقد المؤتمرات خاصة مؤتمر علماء المسلمين الذي عقد في القاهرة. منذ ذلك الوقت ضغطت أمريكا والسعودية والإمارات وإسرائيل على الجيش المصري بكل قواها لينقلب على الشرعية، واتخذ الشارع كدليل، وهذا كذب وافتراء، لأن عدد المحتجين في ميدان التحرير أو في الاتحادية لا يتجاوز على أقصى تقدير 2 مليون شخص. أما عدد الذين ساندوا مرسي، أقول ليس مرسي شخصيا بل الشرعية، عددهم تجاوز 20 أو 30 مليون، لأنهم خرجوا في 22 محافظة مصرية. فهذا انقلاب عسكري واضح المعالم، وقد استعمل الجيش المصري عملاء له سواء من الكنيسة أو من الأزهر أو من حزب هذا الحزب المنافق الذي هو ذراعه السعودية في مصر. إنها على أساس أنه أتى بوعد الوجوه المدنية ليبعد الشبه عن العسكر، بل هو عبارة عن انقلاب عسكري. إنني أقول لإخواننا في مصر لا تستكينوا ولا تهموا، وهذه دروس وجب أن تخرجوا بالملايين في الشوارع ولا تطرقوا الشوارع لهؤلاء المغتصبين. وابقوا في الشوارع حتى تسترجع الشرعية، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. أما بالنسبة لإسرائيل، نعم دقيق، أما بالنسبة لإسرائيل والسعودية والإمارات وأمريكا، فإنهم سوف يدفعون ثمنا غاليا لن تدفعه أي دولة لا قبلهم ولا شر ولا بعدهم لما يرتكبونه من شرور وأفعال، وسوف يكون الثمن باهظا عليهم جميعا، لأنهم هؤلاء لا شرف ولا قيمة لهم، هم عبارة عن عملاء ومنافقين. والسلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك سي حماني على المداخلة. نأخذ أنور من تلمسان. سي أنور أهلا ومرحبا بك. سلام ورحمة الله وبركاته. قناة العاصمة. نعم تفضل سي أنور. أنور من تلمسان. أهلا ومرحبا بك وبالناس تلمسان. راك على المباشر خويا سي أنور، راك على المباشر. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. تفضل راك على المباشر. ما تسمعش من التلفزيون، اسمعني من التليفون من فضلك. يبدو أن أنور قطعت مكالمته. نأخذ مكالمة أخرى. ألو عبد الجليل من الجزائر. عبد الجليل ألو. عبد القادر من عنبة. عبد القادر تمام تفضل سي عبد القادر. السلام عليكم ورحمة الله. سلام ورحمة الله وبركاته. المشكلة تاع مصر هذه مع مرشدي. نعم انا نقول لهم اعتصموا بحبل الله واعتصموا بالكريم العظيم الحكيم الحنان المنان لا اله الا هو،
بربي ان شاء الله الشعب المصري المسلم، خاطر الشعب المصري المسلم، الشعب المصري فيه قسمين، فيه شعب مصري مسلم وشعب مصري ما نقولش كافر ولكن ملحد، ملحد وعلماني. وشنو الكافر وشنو الملحد؟ كي هكا اجملتها. هذا من الناس لا يريدوا الخير لمصر، وعلى راسهم وعلى راسهم وعلى راسهم ناكد مليح عمرو موسى وهذاك البلادعي عملاء اسرائيل. هذوك في زوج راهم عملاء اسرائيل، هذوك هما اللي يخمزوا مصر، هيكوا مصر وعمهم اذا يريدون دوله اسلاميه في الدول العربيه كلها جميع كما صار عندنا احنا في الجزائر هنا في التسعينات. الانقلاب العسكري اللي صار كما على بالكم، والصار وجهتوا ناس وضربت ابن طلحه وروح 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 في الجزائر. هكذا صار في مصر. مصر الان ما جمع على راس البلادعي وعمر موسى هذا من العملاء نتاع اسرائيل والامريكان والاوروبيين. عمرك مصر وما دوك يعملوا انتخابات جديده، انا نقول لك من دوك يعملوا انتخابات جديده على دوك يجيدوا موضوعهم الاخر، يقول لك الرئيس هذا ما جبناش ليكاج خرجوا ما جبناش فرص لمصر. لو كانوا يعني عقداء يعني مسلمين ويخشوا الله كانوا خلوا السيد محمد مرسمي ان شاء الله نطلبوا له وندعوا له ربي العالمين ان شاء الله ينصر على القوم هذا من الملحدين الرائتيين ان شاء الله. كانت الجزائر كانت 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 مصر يعني تطلع ما تقولش كما 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 راهي درك في الوقت الحاضر هذه. اكتشف مع اخويا. نعم. كما احنا في الجزائر انا شفت كيفاش شفت عن الشعب قاعد يعاني درك، شوف او رمضان على الابواب ان شاء الله. هكذا اخويا. مازال حوالي 10 ايام على رمضان الدنيا روح تشوف هنا عندنا في علابه ولا في عام مستوى الوطن كامل الدنيا شاعله شعلت. شعلت خلاص الانسان ما عادش يقدر خلاص. من الحكم الطاغي هذا الحكم السلاخ هذا واحد متقاعد يدي 25% في الشهر يرحم بابا كيف يلحق هنا في الجزائر. وشاكيل خليل يدي ملايير الامريكا والوزراء هذه كلها نصها ما هم جزائريين. نعم. وهذا من نتائج سعد القادر، وهذا من نتائج السطو على الشرعيه. بارك الله فيك سعد القادر على هذه المكالمه. ناخذ مكالمه محمد من وهران. سي محمد. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل محمد. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. الو انا اسمع فيك. السلام عليكم. انا اسمع فيك سي محمد. اخويا ممكن مشاركه؟ نعم تفضل. يا اخي كانوا على الكلمه نقولوها والسلام نشكركم ان شاء الله. الله نطلب الله يجيب الله يجيب الخير للأمة العربية. آمين. وما تسمعش لكم التلفزيون من فضلك. أرو أخويا أنا نقول لكم الله يجيب الخير للأمة العربية، خاطر الإنسان رانا مهتمين بهذه البلدان هذا أخويا. نعم. وحنا نقول لك إن شاء الله آمين، إن شاء الله إن شاء الله ربي يسمع منك. وإن شاء الله يجيب الخير للأمة العربية. ناخذ مكالمة سمير من الجزائر. السلام عليكم أخي عبد النور. السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بسي سمير. نحييكم ونحيي كل طاقم قناة العصر. ونحيي أم المفقودين أم أمين. وندخل في الموضوع مباشرة. يا أخي عبد النور والله يعني هذا الانقلاب هو في الحقيقة يعني كما سلفتم يعني وكما سلف وأن ذكرتم أنه الحق يعني يذكر الجزائريين بالانقلاب المشؤوم اللي داروه العسكر في الجزائر يعني. وهذا دليل يعني البارح كنت نسمع في القنوات يعني في القنوات الخاصة الجزيرة وين ذكروا بزاف الجزائر وكانوا يقولوا هو انقلاب على طريقة الجزائرية وهل هو سيناريو الجزائر يعني. هذا دليل على أن الجريمة لن تسقط بالتقادم، وهذا يعني ما لمسناه البارحة يعني في وسائل الإعلام العالمية. وهذا دليل على أن الذين قاموا بالانقلاب في الجزائر أصبحوا الآن محل تهمة ومحل إدانة من طرف العالم كامل. يعني البارح لما صار الانقلاب العالم كامل يتكلم على السيناريو الجزائري، قضية الجزائر يعني. هذا دليل على أنه العالم الآن فهم
حكاية الانقلاب اللي صار في الجزائر، ويعني ويشبه إلى حد كبير يعني ما حدث، يعني وكأنه العسكر في مصر راهم يقراوا عند العسكر نتاعنا اللي راهم في الجزائر، وكأنه عطاو لهم الخطة، وكأنه يعني عطاو لهم خطة الانقلاب على مرسي. يعني يعني ظن سي سمير، يعني ظن سي سمير الثمن اللي حيدفعوا المصريين حيكون كيما الجزائر او كيفاش؟ شوف الاخ عبد النور، انا ما نظنش كيف، لانه علاش؟ لانه الظروف تاع 92 ظروفنا احنا الجزائريين ماهيش هي نفس الظروف اللي راهي موجوده لهنا. كان هذاك الوقت قدروا يسكروا على وسائل الاعلام، كانت وسائل الاعلام الوحيده اللي هي القناه الجزائريه، كانت ولكن بداوا بغلق التلفزيونات ولا باش تكميم الاصوات، وبداوا في الاعتقالات، يعني نفس الشيء كما في 92 كذلك نفس الشيء في الجزائر. لا ولو يعني هو نفس الشيء، فقط الحجم ماهوش نفسه، لانه انا ذاك الوقت كان في عمري تقريبا 22 سنه في الاخ عبد النور. يعني كانت هجمه شرسه على اي ملتحي، يعني ملتحي تصور، يعني ملتحي يقاطعوا له برا في الطريق، ينحيوا له اللحيه ويرفدوه يديوه للصحراء، المعتقلات في الصحراء. يعني هجمه ال 92 انا نظن باللي ما تتكررش، يعني تذكرنا بالحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه. اما الان لانه العالم راه متفتح، كاين وسائل تواصل، كاين الانترنت، كاين التويتر، كاين اليوتيوب، يعني تفضح مثل هذه الممارسات. احنا هذاك الوقت ما كانش عندنا هذه الوسائل باش نقدروا نفتحوا نظام بهذاك الحجم. يعني قلت لك نفس الشيء، يعني تصور يعني في 92 انه النظام استعان بالاسلاميين، استعان بالنهضه واستعان بحماس. حماس نشفى هذاك الوقت محفوظ النحناح يقول الجبهة الإسلامية زجاجة وانكسرت. نفس الشيء وش راه يقول الآن جلال عزة، يعني البارح حضر في الانقلاب، يعني وتكلم وقال يعني مفروض علينا ونحافظوا على الدولة ونحافظوا على كذا ونحافظوا على كذا، وكأنه الشرعية هذه ولات لعبة، وكأنه هذا الشعب هذايا اللي فوطا، يعني هاد الملايين اللي فوطات على مرسي والملايين اللي فوطات على الجبهة الإسلامية للإنقاذ من قبل، يعني هادو ولاو ما يكزيستيوش الآن، يعني ناس أصوات يعني وكأنه أرموها في المزابل أكرمكم الله. نفس الشيء قلت لك الأخ عبد النور، يعني بعد الـ بعد الـ بعد الـ بعد الـ يعني في الانقلاب نتاعهم في 92 نشفى، استعانوا بالفنانين، جابوا الشاب خالد، كان بزاف يسب بزاف الجبهه الاسلاميه للانقاذ، انا نشفى مليح، كانت واحد الحصه تلعب هذاك الوقت يسموها باطا شمع، وكانوا يجيبوا الفنانين باش يسبوا المشروع نتاع الجبهه الاسلاميه للانقاذ. نفس الشيء يعني حضروا الانقلاب المصريين الان، استعانوا بـ يعني بـ 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 بشريهان وامثال شريهان باش يوجدوا للانقلاب، يعني ويحضروا الناس للانقلاب. تقريبا قلت لك الاخ عبد النور، يعني انا السؤال الذي يطرح على يعني باي حق مرسي يعطيه له 48 ساعه، يعني اما يستقيل او يقال، يعني يعطيه له 48 ساعه بينما مبارك 18 يوم وهو يذبح في المصريين. يعني الجيش ما خيره لا بين الاستقاله ولا الاقاله، يعني مبارك لو كان ما خافش على روحه كان ما يستحقش، لانه خلاص الشعب وصل يعني للقصر الرئاسي وكان معول ما ممكن يدير له حاجه كبيره. يعني وهذا السؤال نطرحه على عبد الجليل من الجزائر، نشوف رايه وش يقولنا. بارك الله فيك سي سمير على المداخله، الوقت شويه يدهمنا. سي عبد الجليل اهلا ومرحبا بك. الله يسلمك خويا. سي سمير قال لك باي شرعيه يمهل العسكر الرئيس مرسي، الدكتور مرسي، 48 ساعة إما الاستقالة أو الإقالة، في رأيك؟ يا أخي شوف مليح، رئيس مرسي أولا هو قائد الأعلى للمسلحة، كيف للعسكر يمد أوامر للقائد؟ إذا هنا تجد العكس، القانون أصبح معكوس، الجندي يطلب من رئيسه الأعلى أن يستقل، هذا محال. شوف يا أخي في الدول العربية والله العظيم القلب يحير، أسمع فيها. نعم سي عبد الجليل. شوف القلب يحير، كيفاش يرحم والديك في الدول العربية ديما تجد انقلابات رغم الشعوب؟ شوف الشعب المصري يا أخي، الشعب المسلم بأكمله يخرجوا حاجات عاريات كاسيات، الجيش المصري
اللي كنا زعما نقولوا جيش قوي يمشي مع العاريات الكاسيات ويمشي مع امريكا ومع تل ابيب ويزيد كذلك السعوديه تعطي له الدراهم وتعطي له قطر. ما من قطر، قطر كيفاش عرفت بلي تمشي معاه؟ لماذا خرجوا؟ لماذا سبقوا يوسف قرضاوي خرجوه؟ ولا علاش خرجوا يوسف قرضاوي؟ لماذا؟ لان يوسف قرضاوي قناه، لو بقي يوسف قرضاوي لكانت الجمعه هذه لانطقه وحرر الشعب المصري. اذا سبقوا الامر، تبعوا يوسف قرضاوي خرجوه، والقنوات الاسلاميه حبسوها لكي لا الشعب المصري يبقى مسكين في الحبس، يبقى مفوه الكم. سبحان الله. نحن كذلك في الجزائر قتل الجيش شعبه كامل وسكروا لنا كاع الحدود، واصبح الشعب مسكين الجزائري مطرود من كل ناحيه، واصبح العالم مغمض علينا. هذه هي الدول العربيه؟ هذه هي اخي الدول العربيه؟ هذا هو الاسلام ويدعون بالاسلام؟ وانا اقول لاخواني في مصر، هاو جا رمضان، كل ليلة صلاة التراويح في الساحات، في الساحات، حتى الشعوب المغربية، حتى الشعوب الإسلامية، وحتى الشعوب المساندة في العالم، لا بد أن هؤلاء الطغمة أن يتنحوا. حتى هذا السيسي، يا سبحان الله، اسمه السيسي جاءت من كلمة السوسة، هذا هو سوسة مصر، سوسة مصر، نعم، سبحان الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله فيك سي عبد الجليل على هذه المداخلة. نشوف واحد مواطن الآن رمز روحه، مرسي من الجزائر. ألو. أهلا مرحبا بك خويا. ألو، السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. ألو، السلام عليكم. شاها الأخ عبد النور. أهلا مرحبا بك خويا. واش راك لاباس؟ الحمد لله. تفضل اخويا الاخ. انا سميت روحي مرسي. نعم تفضل. وي الو اخويا، واش نقول لك؟ هذه المعارضه تقدر تسميها معارضه اسرائيليه ديريكت، معارضه هذه تسميها معارضه اسرائيليه. هذه تتمثل في هذه الاشخاص البرادعي، هذا البرادعي هذا وحمدين صباحي، هذو كاع معروفين، ناس تاع خراب وناس تاع تدمير. نعم. حتى الفوتو تاع البلادعي هذا والله ماني حاب نشوفه، يعني لو كان تقدر ماذا بك كوبيه. ولكن سي مرسي. مرسي. نعم. ترمست روحك مرسي، نسموك مرسي. سي مرسي. نعم. وش رايك في الناس هذو؟ نعم. الان رايك الناس اللي كانوا يقولوا ان الثورات العربيه هي من صنيع امريكا والصهاينه. هل بقات هذه المقوله بزاف تمشي ولا؟ ماشي امريكا. كانوا يقولوا لنا ان الربيع العربي او الثورات العربيه هي من صنيع امريكا والصهاينه. والان هذه مجرد ترويج. نعم هذه مجرد ترويج، يعني لا غير. مش صديق. هذه مجرد ترويج لاختفاء الحقيقة. نعم بارك الله فيك سي مرسي على هذه المداخلة. ناخذ سي الياس من الجزائر. سي الياس. الو، السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل سي الياس. واش راكم خويا عبد النور؟ واش راكم خويا؟ والله لاباس الحمد لله. تفضل. الو. انا اسمع فيك سي الياس. لاباس يا اخي. على كل حال، قناة الرجال نشكركم، نشكر قناة الرجال بارك الله فيكم. اللي على كل حال اكو رجعتوا لنا الروح بهذه القنوات هذو. انتم المغاربه الله يبارك فيكم على كل حال، الله يخليكم على كل حال. خو دوك نبداو في الموضوع اليوم على الشرعيه الدستوريه على كل حال. نعم. احنا دوك الاسلام هذايا، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك يأتي الإسلام غريب ويذهب غريب وطوبى للغرباء. على كل حال، وأيضا يقول إذا أسند الأمر لغير أهله فانتظر ساعة. احنا خلاص، احنا ما قدرنا ندير والو، دوك رانا ننتظروا في ساعة. خلاص قلبنا وجعنا،
اليد كما يقول لك العين بصيره واليد قصيره، واش دير؟ حكته قلت له غير في الاسلام يضلوا ولا شو الحق هو الباطل والباطل هو الحق، ما قدرنا ندير والو. كيف الجزائر، كيف في مصر، حتى في تونس ثاني هم ضد الاسلام. الاسلام الحق ما يتبعوش، يقول لك الاسلام متطرف، الاسلام كيف اللي يقول لك. ولكن ولكن المصريين او المصاروه كما يسموهم احنا في الجزائر، يعني بالرغم من الغاء هذه الشرعيه يعني من طرف بين قوسين السلطه الان الفعليه وهي الجيش، يعني متمسكون بهذه الشرعيه وهم في الشوارع. يعني هذوك المسلمين على كل حال متمسكين، يحبوا الاسلام يحبوا الدين، هذوك شغل فئه كونطرا عليهم هما دوك. هذيك الفئه الاسلاميه اللي تحب الشرعيه هي اقوى من الاخرين، بصح الاخرين عندهم كيفاش يقول لك هذوك الممثلين واللايكيين والمسيحيين، هذوما كاين غلطه مرسي. شو كنا حابين ينجح الثوره عباك المسيحيين واش يدير لهم؟ يدير لهم الجزيه باش يخلصوا الجزيه، كون جاو يخلصوا الجزيه وهم عن يد وهم صغيرون، كون ما يوقفوش ما ينوضوش، وهذه هي الغلطه اللي دارها. على كل حال هاد المسيحيين هادو سوسه، هاد المسيحيين واللايكيين والممثلين لازم عليهم ينوضوا لهم نوضه، يا جات يا راحت، الموت وحده يا سيدي يا سبحان الله. رايحين احنا يا اخي اللي يموت على الحق راه يروح للجنه، واللي يروح يموت على الباطل راه في النار. احنا على كل حال احنا وهذا واش قال سي مرسي، قال الموت وحده كما قلت، وهو متشبث بالشرعيه الى اخر مطاف. اذا تمر الايام وتتشابه الاحداث، فبعد السطو عن الشرعيه في الجزائر ها هو الجيش المصري يسطو على الاخر، هو الاخر على الشرعيه والاراده الشعبيه. ولكن الاختلاف ان رئيسنا العسكري الشاذلي انذاك تنازل عن مهامه وخان الامانه وسلمها للجيش ليعيش مكرما، وكان له ذلك، وترك الشعب يعاني الويلات إلى يومنا هذا. أما الرئيس المدني الدكتور مرسي أبى إلا أن يتمسك بالشرعية الدستورية وأن لا يسلم الحكم للعسكر، ورفض وقال حياتي فداء مصر وشعبها. وهذا يكمن، وهنا يكمن الاختلاف، فليست مصر الجزائر، وليس مرسي الشاذلي بن جديد، والأيام نداولها بيننا. حتى ألقاكم هذه تحياتي وتحية الفرقة التقنية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. العكازة منين معوجة؟ معوجة من فوق، الشعب ما عنده علاه. زادونا السكر، زادو العدس، زادو المعيشة كاع، السكنة كاين. ديكاجي ماشي قادر تقول لي يروح. بلاد العدالة نايمة والحقرة قايمة.